انطلق المشروع خلال الأسبوع الماضي ببدء عمليات راح تكون حوالي 4 إلى 5 عمليات في الأسبوع. والزكاة هي جانب بسبب هذه الثغرة طريق قطاع الصحة. احتياج كثير كبير في منطقة إدلب بالتحديد، في عن عدد كثير كبير من المرضى بحاجة إلى جراحة القلب مفتوح. هذا المرض أو هاي العمليات هي استطباب لمرضى حقيقيين ومهددة حياتهم في الخطر وممكن يتوفوا، فأنا نغطي هذا الاحتياج بهذا الشكل وبهي السرعة باختصار رؤيت على هؤلاء المرضى، فبنزل لي الأمراضية وبنزل لي الاحتياج لدخول المشافي وبنزل لي أيضا عدد الوفيات اللي ممكن يصير لا سمح الله. هذا التكاتف إلى كل من قدم ويقدم هذا التعطيل لهذا المشروع. بصراحة يعني جراحة القلب يعني كاختصاص حديث في مناطقنا المحررة بسبب ندرة الكوادر وبسبب يعني كلفة العمل الجراحي اللي بيتم. بدأ العمل بجراحة القلب حوالي 2018 كمشافي خاصة، بعدين تطور تبنته منظمات كانت كتير تركية تساعدنا باستقبال الحالات، لكن بعد الزلزال صار في صعوبة بصراحة بدخول المرضى، حتى بالتعامل مع مرضى كانس كمان في صعوبة بسبب اللغة، لذلك المرضى دائما بفضلوا أنه يبقوا هون يعملوا العمليات إن شاء الله. إن الفوائد المرجوة إن شاء الله من هذه الشراكة عديدة ومتنوعة. أولاً ستساهم إن شاء الله في إنقاذ حياة العديد من المرضى. إنه الدور كبير بالنسبة لهي كامرة بالمشفى العام، يعني وصل لحوالي 400 مريض انه هودي بحاجه ليعملوا عمليات جراحه قلب مستعجله. يعني مثل ما قال بالمؤتمر لل 2028 وصل الدور، لذلك هيك حمله ان شاء الله بتكون جيده مشان يعني نقلص هذا الحجم من المرضى ونخفف معاناه المرضى وخاصه الاطفال والمرضى اللي عندهم افات قلب جراحي مستعجله. في كثير مرضى حالاتهم معقده صراحة، في بعض الحالات أكبر من طاقتنا، بس عم نضطر نشتغلها لأنه الأهل عم يقولوا أنا خليني أموت هون ما بقدر أعطيها. هذه الحملة حملة الكبرى لمعالجة مرضى القلب المفتوح في الشمال السوري المحرر، أطلقتها الهيئة العامة للزكاة عبر برنامج حياة لمساندة ومعالجة 400 مريض ينتظرون يقاسون آلام طويلة منذ أكثر من سنتين نتيجة عدم كفاية المراكز المعالجة في المحرر بالقطاع العام، ونتيجة زيادة التكلفة والعبء المالي، حيث تصل هذه التكلفة بين 5,000 دولار و6,000 دولار أمريكي لكل حالة من هذه الحالات، ولا يحتاج أي مريض لأي شرط آخر سوى هذا الشرط. الحملة بالتفاصيل الآن تستهدف 400 مريض قلب مفتوح بموازنة تقريبية 1.5 مليون دولار حتى إنهاء معاناة آخر مريض فيهم بإذن الله. أيضا نحن مؤتمنين على هذا المال، صرفه ينضبط بضوابط شرعية، والله أسأل أن يكون ذلك عنوان وحدة مجتمعنا ومحررنا.